الفساد ممرض يريد إسقاط الفساد. شكون أنا الممرض؟ وشكون 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 حنا ولا الشعب؟ وشكون حنا ولا الشعب؟ وشكون حنا ولا الشعب؟ مصطفى زروال الكاتب الاقليمي للنقابه المستقله للممرضين رساله. هذه الوقفه هذه جاءت استجابه للبيان الاقليمي الاخير الذي جاء بعد الاجتماع وبعد بيان سبقه لم يشمل اي خطوات نضاليه. هذه الخطوه النضاليه التحذيريه الانذاريه للمندوب الاقليمي وللمسؤولين داخل القطاع حتى يتم وضع حد لمجموعه من الاختلالات اللي كيعاني منها القطاع الصحي رساله. على راس هذه الاختلالات هو توزيع الغير عادل للموارد البشريه وتدخل المندوب لاخلاء مصالح على حساب مصالح اخرى مما كان واحد التوزيع غير عادل وغير متوازن للمصالح. مثلا نعطيوك مثال داخل المستشفى الاقليمي، لحد الان مصلحه الانعاش هي مغلقه، مصلحه البنك الدم لحد الان مغلقه، مصلحه ديال الانف والحنجره كذلك هي مغلقه، وبعض المصالح مثلا كالمستعجلات اللي بها فقط ثلاث ممرضين تيستقبلوا اكثر من 500 مريض، وعندهم مصح يونيتي الصدمات فيها ست اسره كيراقبها ممرض واحد بدون توفر طبيب اختصاصي في الانعاش او اختصاصي في الحالات المستعجله. هذه المساله هذه كتاثر على جوده الخدمات وكتاثر كذلك على المواطنين، وهذا الخصاص اللي كيدفع مجموعه من المصالح اللي هي مغلقه مما كيضطر المواطن السلاوي انه كيجي للمستشفى وفي الاخير كيتم بعثه للمستشفى الجامعي. وكذلك هناك تسيب ديال المتدربين واعطاء رخص للمتدربين بشكل خطير اللي كيعطي واحد الاكتساب داخل المصالح. مثلا كنلقاو مصلحه فيها 30 سرير فيها اكثر من 40 متدرب. هاد المتدربين هادو اللي كيساهموا في نقل العدوى وكيساهموا كذلك في ظهور بعض الممارسات الغير اخلاقيه، سواء مجموعه من الامور اللي كتضر بالعرض الصحي بساله وكتضر كذلك بالاطر الصحيه. هذا المندوب هذا اللي هو على راس القطاع لازيد من 4 سنوات في خلال الولايه ديالو المستشفى تناوب 5 مدراء، والاختلالات باقيه هي انها كيؤدي بان المندوب هو السبب الرئيسي في هذه الاختلالات، وكنطالبوا بالوقوف هذا وكنطالبوا وزاره الصحه ان التدخل العاجل للحد من هذه الاختلالات هذه. السلام عليكم، زيد خياطي ممرض مجاز من الدوله. اليوم حنا دايرين وقفه امام مستشفى مولاي عبد الله استجابه للبيان الاخير اللي اعلنت عليه النقابه المستقله للممرضين ردا على الاختلالات الكثيره يعني اللي كيعاني منها المستشفى او لا قطاع الصحه في مستشفى مولاي عبد الله، وخاصة مصلحة المستعجلات اللي عندها نقص يعني حاد وكبير في أطر تمريضية. النظرة كنشوفوا 3 ممرضين يعني في مناوبة الحراسة، وهذا يؤثر يعني بشكل سلبي على 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 جودة الخدمات يعني الأطر التمريضية بالمستشفى، وبالتالي ينعكس كثيرا على كذلك يعني ينعكس عن الضغوطات النفسية التي يعيشها ممرضو مستعجلات مستشفى مولاي عبد الله. وحنا كممرضين يعني كنطالبوا يعني بزيادة في الموارد البشرية، ذلك من أجل إعطاء يعني المزيد وإعطاء جودة في الخدمات التمريضية للمواطنين. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.